وصل إلى البلاد صباح اليوم جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر سلطان وحاكم ولاية إقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا في زيارة إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في نسختها 15. وكان في استقبال جلالة حاكم ولاية إقليم جهور لدى وصوله مطار البحرين الدولي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.